انا بشكر حضراتكم جدا على انه كنتوا يعني استحملتونا. طبعا محمد صلاح يعني انهى مشواره في الدوري البريطاني او الدوري الانجليزي بانه بقى هداف دلوقتي ب 32 هدف واحسن لاعب في الدوري الانجليزي، فدول من حاجات كويسه يعني في هذا الاطار. ان شاء الله باذن الله يكون مباراته يوم 25 تقريبا 25 مايو 26 مايو باذن الله في نهائي كاس اوروبا وبين ليفربول وريال مدريد. ان شاء الله ربنا يوفقه برضه، يكون فخر لينا وفخر لكل مصر في هذا الاطار. ربنا يوفقه ويكون يعني وشنا حلو عليه في رمضان باذن الله. يوم الخميس اول ايام رمضان احنا هنترك حضراتكم ترتاحوا مننا شويه خلال شهر رمضان. بنحاول بقدر الامكان انه او نتمنى بقدر الامكان انه تكون الوجبه اللي بتقدمها القناه هنا بتلبي رغبات حضراتكم، وان نكون على عهدنا دايما بنحترمكم ونقدركم في هذا الاطار. ان شاء الله باذن الله مستمرين معاكم، وهنصوم عن مانشيت خلال رمضان، وبعد رمضان باذن الله نلقاكم. لكم منا كل الاحترام كل الاحترام والتقدير، واي حد اسانا اليه بدون قصد، واي حد ما خدناش مشكلته، واي حد لم نفلح في علاج مشكلته او حلها، معلش سامحنا في هذا الشهر الكريم. وان شاء الله باذن الله نلتقي بحضراتكم باذن الله بعد عيد الاضحى بعد عيد الفطر. لكم منا كل الاحترام والتقدير. السلام عليكم.